إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، يقول الحق تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز جعل الرابطة التي تربط بين بني البشر، جعلها على أساس المبدأ والعقيدة، بدلاً من أن تكون على أساس النسب، على أساس الأرض، على أساس المصالح المشتركة. بدلاً من ذلك جعل الرابطة على أساس الإيمان والعقيدة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولاية خاصة تستلزم أو تعني المحبة، محبة متبادلة، والتناصر والتعاضد، وهذا هو الواجب بين أهل الإيمان، أن يكون المسلم عضواً في هذا المجتمع الواسع في أطراف الأرض، عضواً يتفاعل مع قضايا المسلمين في العالم، يحزن لحزنهم، يفرح لفرحهم، يبكي لمصائبهم، ينصرهم في قضاياهم. هذا واجب، ومن مقتضيات الإيمان، ومن مقتضيات لا إله إلا الله. ولهذا يقول الحق تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء أولياؤك، هؤلاء أحباؤك، هؤلاء خلانك، هؤلاء الذين يستحقون عليك التناصر والتعاضد وأن تشاركهم في قضاياهم. المؤمنون من أهل الإيمان. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن للمؤمن
كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، ليوضح القضية في صورة مرئية. نعم، يوضح أكثر. شبك بين أصابعه صلوات ربي وسلامه عليه عندما قال هذه المقولة العظيمة: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا هو الذي يقتضيه الإيمان ويستوجبه الإيمان، كما جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ايش يعني هذا؟ يعني المسلم المؤمن، المؤمنون بمنزلة الجسد الواحد، هم أعضاء، هم جوارح لهذا الجسد الواحد. ومن المعلوم المعهود أن الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، نعم، يتداعى سائر الأعضاء على هذا الحمى وعلى هذا المرض وعلى هذا الألم. لا يمكن أن يستريح عضو وينفرد عن سائر أعضاء الجسد، بل الجميع يشترك في الألم وفي الحمى. وجاء في مسند أحمد ومصنف ابن شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن لأهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. والحديث صحيح لغيره. نعم، يألم المؤمن لأهل الإيمان، يعنى بقضاياهم، يشعر بالألم في داخل نفسه عندما يرى تلك المشاهد والأفاعيل التي يفعل بها أهل الإيمان، إخوانه من أهل الإيمان. لماذا؟ لأن هؤلاء إخوانك، أخوة إيمانية، أخوة عقدية، أعظم من أخوة النسب وأخوة الأرض والبلد. إنما المؤمنون إخوة، حصر وقصر، إنما المؤمنون إخوة. الأخوة الحقيقية هي الأخوة الإيمانية، وهي أعظم شأنا من أخوة النسب وأخوة الأرض والمصالح. هذا واجب وليس مستحبا، وليس من نافلة القول، بل هو أمر لازم مما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل مؤمن أن يكون مشتركا مع إخوانه في قضاياهم، في أحزانهم، في كل شؤونهم، في أفراحهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: يأتيه قوم من مضر، حفاة عراة مجتاب النمار، تظهر فيهم الفاقة. يقول جرير بن عبد الله: عندما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بهم من الفاقة تغير وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن فصلى بالناس الظهر ثم خطب الناس صلوات ربي وسلامه عليه. مجرد أن رأى بعض أهل الإيمان
بهم من الفاقة ما لا يحتمل تغير وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أمر الصحابة الإحسان إلى هؤلاء والتصدق عليهم. وعندما قام الصحابة رضوان الله عليهم بواجبهم تجاه هؤلاء قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهلل كأنه مذهبة. نعم، فرح عندما رأى أن حاجة هؤلاء فعلا قد قضيت، وانكشف الكرب تهلل وجه رسول الله فرحا. وعندما رأى ما بهم من الفاقة صلوات ربي وسلامه عليه تغير وجهه وتمعر لما كان في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. عندما حدثت حادثة بئر معونة كما في صحيح البخاري ومسلم التي قتل فيها 70 من قراء الصحابة رضوان الله عليهم، غدر بهم قبائل من بني سليم فقتلوهم غدرا، ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن القراء 70 قد قتلوا، حزن صلوات ربي وسلامه عليه حزنا لم يحزن قبله قط. هكذا يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري. نعم أيها الأحبة في الله، هذا هو واجب يستوجبه الإيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر. في هذه الأيام وهذه الأزمنة نعيش مع قضايا المسلمين اشتدت بهم الحال، اشتد بهم الحال، تكالب عليهم أعداء الله من يهودية، نصرانية، بوذية، هندوسية، الملل الكافرة، كلها تكالبت على أهل الإسلام. تنظر إلى فلسطين فترى العجائب، ما يفعل اليهود بالمسلمين، بل كيف تعبث اليهود، كيف يعبثون بالمسجد الأقصى على مرأى ومسمع من العالم. تنظر إلى سوريا فتجد ما يفعل التحالف النصراني الرافضي على أهل السنة من إبادة جماعية وتشريد. تنظر إلى بورما فتجد ما يفعل، ترى المشاهد المروعة من أفعال البوذية اللعينة على إخواننا من المسلمين من القومية المسلمة في تلك البلاد. لم يقترفوا ذنبا، لا يقتلون ولا يشردون ولا تستباح دماؤهم وأموالهم إلا أن قالوا لا إله إلا الله، آمنا بالله وحده. نعم أحبتي في الله، صور مروعة وأفاعيل تشمئز منه النفوس السليمة، ترى هنا وهناك فتجد ما بالمسلمين من الجراح، تجد ما بالمسلمين من المصائب في داخلهم، ترى التشتت والتشرذم والتفرق والتقاتل الداخلي، انشغلوا فيما بينهم وانشغلوا عن قضاياهم، وأصبح أعداء الله تبارك وتعالى يتكالبون عليهم. هذا شيء يبكي ويحزن، وفي آن واحد يجب أن يعلم المؤمن واجبه تجاه هذه القضايا، لا يكون فارق القلب ولا مستريح البال ولا تعليه قضايا المسلمين، فهذا دليل على ضعف الإيمان أو عدمه. إذا كان في قلبك إيمان وبقدر ما قلبك من الإيمان
يكون شعورك بهذه القضايا، قضايا المسلمين. أحبتي في الله، نتساءل ولنا الحق أن نتساءل، أين هؤلاء المنظمات الدولية؟ أين هؤلاء؟ نعم، معلوم، الجواب معلوم. نعم أحبتي في الله، لو كانت القضية للنصارى، لو كانت القضية لليهود، لو كانت القضية لسائر أصناف الكفار لقامت الدنيا ولما تقعد، لكن إذا كان الشأن للأهل الإسلام فهذا لا يعني أحدا. نعم، وقديما قيل قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها النظر. موازين متضاربة ومكاييل تكال لقوم بمكيال ولآخرين بمكيال آخر. هذا شأن المجالس الدولية، ما يسمى بالمجالس الدولية والمنظمات الدولية، ليست منظمات دولية، وإنما هي منظمات طائفية تنصر قضايا معينة ولا تعنيها أمور المسلمين. هذه الإبادة الجماعية لا تسمع إلا جعجعات وكلمات جوفاء لا تعني شيئا، بينما لو قتل عجوز من النصارى، عجوز لو قتلت في غابة لقامت الدنيا ولما تقعد. هكذا الشأن. لكن ينبغي أن نعلم أحبتي في الله أن من لم يكرم نفسه لا يكرم. أين قادة العالم الإسلامي؟ مشغولون فيما بعضهم، مشغول بعضهم ببعض، وكأنهم لا يحسنون إلا سجن شعوبهم واضطهاد شعوبهم والتفريق فيما بينهم والتزلف إلى الكفار وقادة الكفار، سباق محموم إلى اكتساب رضا قادة الغرب. هكذا صار الشأن قادة المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شؤون المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح أئمة المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يولي على المسلمين خيارهم وأن لا يولي عليهم شرارهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.